سبتمبر في قلوب اليمنيين، هذا ما أكده الوهج السبتمبري منذ الأيام الأولى لشهر الثورة. احتفاء شعبي واسع الطيف واحتفالات رسمية مضت مواكبة الزخم الجماهيري الكبير. عبرت شعلة الثورة من مأرب إلى تعز وعدن، وأقيمت العروض العسكرية في أكثر من محافظة، صورة بالغة عن الجمهورية والحرية اللتين أصبحتا مطلبا جمعيا بعد أن أدرك الجميع ضرورة التحرر من الاستبداد الإمامي قديمه وحاضره. لكن ماذا بعد العروض العسكرية والأغاني الوطنية؟ تساءل الكثيرون، هل سيتحول هذا الزخم السبتمبري إلى مشروع عملي يترجم الذكرى إلى فعل تحرري على الأرض، لا سيما والحرب على أشدها بين أبناء سبتمبر وأعدائه؟ معركة اليوم بين الجمهوريين والإماميين تعيش انحرافا عن مسارها الذي بدأه اليمنيون كمشروع مقاومة، والذي تشكل غداة الانقلاب قبل أن يتطور إلى اصطفاف وطني وتدخل إقليمي. موقع القوى السياسية من هذا المشهد بدا خافتا، وربما اكتفى بمتابعة مجريات الأحداث على هامش القرار. أنزاحت تلك الكيانات من قوى فاعلة على الأرض ميدانيا وسياسيا إلى كيانات صورية يعيش قاداتها أشبه بحالة البطالة السياسية، بطالة دفعت ببعض قياداتها إلى تراشق الاتهامات بشأن مسؤولية الوضع الذي وصل إليه البلد. وكأن الانقلاب قد سقط والأرض قد تحررت، ولم يتبقى سوى تحديد أصابع المسؤولية التاريخية. مشهد بات موضع انتقاد حاد وتندر من تيار الشباب المنضوي في إطار الأحزاب السياسية ذاتها، فضلا عن شباب فبراير وعموما المتابعين. التاريخ يعيد نفسه إذن، فالصراع الداخلي بين القوى الجمهورية إبان ثورة سبتمبر، والذي أدى إلى إضعاف الجبهة الجمهورية في مواجهة الإماميين، يتكرر اليوم وإن بشكل آخر. فجبهة الشرعية اليوم ليست بحجم المعركة ولا بالتماسك الذي تحتاجه المرحلة. الانقلاب يدخل سنته الرابعة، والشرعية برئيسها وأحزابها والتحالف العربي من خلفهم لم يحققوا إنجازا كبيرا، فآخر إنجاز استراتيجي كان تحرير المحافظات الجنوبية قبل أكثر من عامين. بعده عمد التحالف إلى تمكين نفوذه في المحافظات الجنوبية وخوض صراعات داخلية ليس لها علاقة بجوهر المعركة ضد الانقلاب. ويبقى السؤال المفتوح، إلى متى سيظل معسكر الشرعية والتحالف دون بوصلة؟ Thank you.